ودور ال16 بإذن الله تعالى كاظمة يبدأ مبارياته. روجيريو جول 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 برازيلي سادس، جول برازيلي سادس. روجيريو البديل في الدقيقة 31، في الدقيقة 31 روجيريو. قلت لك لاعب مهاري ولاعب خطير ولاعب عنده السرعة، عنده الإمكانيات. شوف شلون تلاعب بالدفاع، مرة من المدافع وحارس المرمى، أرضية سهلة برازيلية، والهدف السادس لنادي الكويت. السادس